نقول ان هي مواجهه ما بين شقيقين، ما بين كبيرين. كرة القدم في الدول العربية لابد ان هي تنتهي داخل التسعين دقيقة، مش اكتر من كده. هي مباراة قوية. انا بقول على هذا الديربي اللي هيفوز فيه ذهابا وعودة، طبعا اتمنى النادي الاهلي يفوز ويتخطى، وانت تتمنى الرجاء. انا بقول اللي هيتخطى ذهابا وعودة، ونسب النادي الاهلي كبيرة ان شاء الله. مباراة لن تكون سهلة بكل الاحوال على الفريقين ذهابا او عودة. كل واحد عنده خبرات، كل واحد عنده تقاليد، كل واحد عنده قوته. ان شاء الله نشوف مباريات قوية جدا خلال المباراتين. ماتش الغد بين فريق الرجاء وبين الاهلي هيبقى ماتش قوي جدا، بين فرقتين كبار. الرجاء عامل شغل كبير في دور المجموعات وقدر يحقق 12 نقطه بفوز في كل المباريات اللي لعبها، والاهلي كمان قدر يصعد بصعوبه الدور الربع النهائي. لكن الاهلي فريق كبير واخد دوري ابطال افريقيا 11 مره، والماتش هيبقى بكره كبير في حضور جماهير كبير هيملى استاد القاهره. هيبقى يكون له دور في مؤازره النادي الاهلي قدام الرجاء. الماتش 50-50، ما تقدرش تقول مين اللي ممكن بكرة يقدر يحقق الفوز، لكن الأهلي طبعا محتاج ان هو يحقق الفوز، لأن ماتش الذهاب على الأرض ولازم يحقق نتيجة إيجابية على الأقل فرق هدفين عشان يقدر يضمن نتيجة هناك أو يأكد نتيجة هناك في المغرب بعد أسبوع. بص، مقابلة كبيرة جدا ما بين فريقين كبار. يعني لو جيت اتكلمت عن الأهلي فالأهلي عملاق القارة الأفريقية ب10 ألقاب. لو جيت اتكلمت أيضا عن الرجاء، فريق حدث ولا حرج، السنة دي كمان بيعمل نسخة استثنائية، فريق سجل 17 هدف في 6 مباريات، من اقوى تقريبا الثمان فرق اللي صعدوا من المجموعات. فريق عنده هجوم قوي جدا، عنده ايضا دفاع، يعني نقدر ما نقولش دفاع متوسط، لا نقول دفاع قوي، معاه مدرب كبير بحجم المدرب منذر الكبير. المباراه هنا هتكون صعبه جدا على فريق الرجاء، خاصه ان الاهلي كمان بكره هتشوف الاستاد ممتلئ تقريبا عن اخره. ايضا المباراه اللي هتكون في المغرب هيكون مركب محمد الخامس هيكون ايضا ممتلئ عن اخره، ولكن الاهلي بكره بيسعى بكل قوه ان هو يسجل اقل حاجه ان هو يسجل هدفين دون ان يستقبل شباكه اي اهداف. اعتقد ان الرجاء بيتمنى ان هو يسجل اي هدف في شباك النادي الاهلي يربك حسابات الاهلي قبل ما يروح المغرب، ولكن اعتقد ان بكره جمهور النادي الاهلي هيكون العامل رقم واحد في المباراه، الزئير الجماهيري، خاصه ان استاد القاهره هنا لما بيكون ممتلئ بجماهير النادي الاهلي الموضوع بيكون صعب على اي فريق بيواجه النادي الاهلي هنا في القاهره. فاعتقد ان الاهلي بيتسلح بجمهوره بكره. مباراه هتكون كبيره، مباراه مش سهله سواء على النادي الاهلي او الرجاء، ولكن اتوقع ان المباراه هتروح للنادي الاهلي مش اقل من 2-0.